احتفاليات متنوعة. اليوم كنت وجدوا في جوهرة الشرق أو عروس الشرق مدينة وجدة. مدينة وجدة هي خليط من الحضارات وخليط من التقاليد ورياح جاية من الجارة الجزائر، عبير من الموسيقى المتنوعة، خليط من الرقادة، من الطرب الغرناطي، من الراي. يعني في الحقيقة عشنا واحد الليلة رائعة، ليلة استثنائية في الليلة الكبيرة. كان عرس يعني عرس رائع، عرس كي بعد دوزتي اللبسه ديال الكراكو. الكراكو عندكم نتوما ضروري في العرس، ضروري ضروري لا مغيي، ضروري للعروس. هو بالنسبه لي حنا التقاليد الوجديه كيكون ضروري للعروس كتلبس لبسه الكراكو، يا اما في لو روج، يا اما في لو فير، يا اما يعني فيها الوان كثيره، الوان مختلفه. اها، والكراكو شنو هو؟ هو الكراكو عنده واحد الصفه خاصه كيبين الانوثه ديال المراه، لان هذيك الفصاله اللي فيه الجمال ديالها كيكون حتى كتلبس جميع تقريبا الحولي، حتى الخياطه او الطرز اللي كيكون في الكراكو كيكون مميز. كيكون بالخيط الحريري الذهبي او الفضي او فهمتي، كيكون منبت او معقق او كتلبس مع الخلخال، وكتلبس مع الخلخال في رجل العروس. علاش داك الخلخال؟ الخلخال لانه عنده واحد الصفه ان المراه يعني تقدر تلبس الذهب من راسها لرجليها، فهمتي. كيميز، وحنا عندنا الذهب في جهه شرقيه عنده واحد المميزات، يعني عنده واحد القيمه بالنسبه للمراه المغربيه. هادشي اللي لاحظت لنا ناصره هو ان عندكم انتم هنايا تركيز على المجوهرات. نعم، لان كتعطي واحد الرقي للفام. بالنسبه للعماليه اللي درتي، يعني كانت اللبسه فيها لبسه عاوتاني متميزه. نعم، هذه اللبسه عندها انسبيراسيون من الجزائر. نعم طبعا. من اي مدينه؟ هذيك الاصل ديال هذيك اللبسه لبسه تلمسانيه، ولكن تلمسانيه في تلمسان، مدينه تلمسان. نعم. مدينه تلمسان مع مدينه وجده جيران فاس، راه عندهم تقريبا واحد التقاليد مشتركه. حنا عندنا في فاس طرز النطع. إيه، طرز النطع راه قريب من الكراكو. لبسات البلوزه الوجديه اللي مشتركه مع مدينه تلمسان الجزائريه، مدينه قسطنطينه كذلك، ومدينه عنابه. نعم نعم، نشوفوا. في الطلة الأولى ترتدي العروس الزي التلمساني، ويزين رأسها بما يعرف بالشدة التلمسانية، إذ توضع على رأسها وأذنيها وحول جيدها عشرات الخيوط من اللآلئ والجواهر التي تتدلى إلى قدميها. المدعوات أيضاً يحرصن على ارتداء فساتين جميلة تتشابه مع أزياء الغرب الجزائري، أشهرها الكراكو والزي الوهراني والزي القسطنطيني، كما اشتهرت نساء المنطقة بحبهن للحلي والمجوهرات، وتتحلين بالكثير من القطع بحثاً عن التميز أو حباً في إظهار مدى الثراء وغنى الأسر التي تنتمين إليها. وتضعن على جبينهن خيط الروح المرصع بالأحجار الكريمة، وكرفاش أبو لحية، وهو سلسلة ذهبية مفتولة تتوسطها ميدالية تتدلى منها أهداب ذهبية على شكل لحية، كما تحرص الوجديات على تزيين أذرعهن بالكثير من الأساور الذهبية تسمى محليا المسايس، وتضع بعضهن الخلخال وهو إسورة خاصة بالقدم. طقس التقييل عرض لأزياء العروس الوجدية، ففي كل طلة تحاول إبهار الحاضرين بأجمل وأرقى أنواع الثياب، والآن جاء دور الفستان القسطنطيني.
يعتبر الزي القسطنطيني من أفخر الأزياء التي تسعى كل عروس امتلاكها، ويستمد قيمته من جودة الجوخ المستعمل في حياكته وجمال الزخارف الذهبية التي تزينه. تشبه عادات وأزياء الاحتفال بالزواج بالشرق المغربي نظيرتها بالغرب الجزائري، فالحدود الثقافية لا تعترف بالحدود السياسية. كما يبدو أن تأثير الأندلس والحضارة العثمانية التي حكمت الجزائر 3 قرون تركت بصماتها في الموروث الثقافي الجزائري الذي انتقل إلى المغرب بحكم الجوار، ويظهر هذا التأثير بجلاء في الزي والحلي.